بيصيرنا نرحب برنا ايامي من يونيكارد من مجموعه توتال. هاي هاي جورج. رنا اليوم اكيد مش اول مره معنا بوتافوكيو، سبق وطلعتي معنا بحلقات سابقه. الهوندا سيفيك صراحه الجديده فاجاتني كثير، شكل كثير اتراكتيف، مشغوله كمان بديزاين رياضي كثير، بحس السياره كثير واطيه على الارض، انحناء رائع جدا كمان لسقف السياره. شو اللي صار يعني؟ اللي كيف تصارت السياره بهالشكل اللي كثير اتراكتيف؟ اوكي، اول شيء هوندا فازت على ثقه الناس بلبنان ابتداء من 1963. صح، يعني كل العالم كتير. مزبوط، وكل العالم توثق بهوندا وبتحب هوندا. هوندا سيفيك من اهم طرازات هوندا بالعالم وبلبنان، وغيروا اتجاههم عالميا، عم بيعملوا مور ترندي سبورتي لوكينج كارز، بنفس الوقت تركين الهوندا دي ان اي، يعني بعدها بتشبه كل الهوندايات والسيفيك اللي قطعوا. نعم، بالاجيال خاصه بالفيس ليفت. بنلاحظ الدي ان اي تبع هوندا مثل ما عم تحكي. مزبوط. واضح على الشكل الامامي للسياره، بس اكيد صارت مور اجريسيف مع الجريل الحلو كثير، الكروم مع الفوج لايتس. مزبوط، وعندك ليد، اشارات ليد على المرايا كثير حلوه، فيها كثير اوبشنز، الدي رانينج لامبس كمان موجودين، الجريل الكروم. عم نحكي عن ال 1.6 لتر هوندا ال اكس، هوندا سيفيك ال اكس سوري. كمان عندنا فتحه بالسقف. مزبوط، وكمان انحناء حلو مثل ما ذكرنا على الازاز الامامي العريض جدا، عشان عندنا شانتو فيزيون كثير مريح، للدرايفر للباسنجرز القاعدين بالسياره، وحتى كسواقه السياره كثير ثابته على الارض، ات رانز فيري سموثلي، يعني والح. مريحه كثير. عندك 16 انش الوي ويلز بديزاين حلو، مش بس حيلا جانت 16 انش، ديزاين كثير حلو للجانت بالسياره، والسايد فيو كمان عم تشوف اللاينز قد ايه حلوين فيها، شكل عن جد كثير كثير ملفت. مزبوط. انا بدي احكي بس من ورا كمان، الضوء تبع الهوندا سيفيك كثير ملفت للنظر، مغير على الطريق، فيك تقشعها من بعيد، وكمان فيها رير باركينج سنسرز موصولين على الشاشه، يعني مش بس داخل على جوانب الضوء لا، بل كمان على الصندوق الخلفي عم تشوفه. مزبوط، يعني عن بعيد، يعني صرت عم شوفه على الطريق، عم بلاحظ من بعيد كثير، يعني فيك تقول هيدي هوندا اكزاكتلي، بتقول هيدي هوندا سيفيك. فعلا سيارة كثير حلوة رنا، رح نتابع حديثنا معك، نحكي أكثر عن داخل الهوندا سيفيك الجديدة. تعالنا على داخل الهوندا سيفيك، كثير ملفت السكرين اللي عنا إياها، كبير كثير. مزبوط، وفيها كثير تكنولوجيز لسعر هاي السيارة، يعني بتستغرب إنه في هالقد أوبشنز بقلبها. خلينا نبلش بس قبل ما نفوت على التفاصيل الداخل، بتدور من الريموت سيارة، بتجي على كل از ستاندرد اوبشن بكل التريمز تبع الهوندا سيفيك، وعندك البوش تو ستارت كي والسمارت انتري، يعني بمجرد انك حطيت ايدك على المسكه بيفتح ال فيري نايس كيلس انتري. عم نشوف كمان البولان في زرار كثير للتحكم بالسكرين الموجوده معنا، عندك البلوتوث الهاندز فري كونكتيفيتي، وعندك الكروز كنترول بالفولان وكمان هاند بريك الكترونيك، باركينج بريك كمان، يعني بالزر مش بالايد. يعني عم نشوف سياره عن جد شكلها من الخارج حلو كثير، كمان ديزاين الداخل مع الفولون تبع هوندا ولوجو هوندا بالنص بالكروم، وكراسي كمان عم نشوفها كيف بتلقط الدرايفر مزبوط والباسنجرز، يكون كثير مرتاح خلال القياده. صح، كثير واسعه السياره، ان كان بالمقاعد الادمانيه او حتى بالخلف. نعم، وحتى كديزاين الكراسي في عندك هيدا سترايب الاسود بنص المقعد، بيعطي شوي شكل حلو، وكمان سبورتي لوك. سياره كثير حلوه من الداخل مثل ما حلوه من الخارج. متابعين حديثنا معك رنا تنحكي اكثر عن محرك الهوندا سيفيك. تابعين حديثنا عن الهوندا سيفيك الجديده مع رنا، وصار وقت نعرف اكثر تفاصيل عن محرك السياره. محركين اليوم للهوندا سيفيك. مزبوط، عندنا ال 1.6 لتر انجن وعندنا 2.0. ال 1.6 بيولد 125 حصان، وال 2.0 بيولد 158 حصان. كثير بيرفكت، يعني المحرك 2.0 نشيط جدا على السياره، كنا شفنا اكيد شكل قد ايه اتراكتيف، ومن داخل كمان الاوبشنز الكتار بالسياره.
ABS EBD BAS كمان انظمه كله سلامة. موجود واير باجز وكل شيء يعني دائما هوندا معروفه بالسيفتي بالضيانه حتى بس بدك تبيع مزبوط وغير خدمه ما بعد البيع عندك كمان الوقت بدك تبيع الهوندا دائما حقها فيها بيقولوا مثل ما بيقولوا بيسوق حقها للسياره كمان رح يفاجئ كثار معنا اليوم خلينا نشوف بالديل ستارتنج برايس لهوندا سيفيك بالسوق اللبناني يعني المواصفات الحلوه كثير ذكرناها اليوم عن السياره بسعر انا صراحه تفاجات خبرينا رنا اوكي الهوندا سيفيك بتبلش ب 19900 اكسكلودينج في اي تي وعندك كذا جريد يعني فيك تجي فيهم يجوا على الشوروم يشوفوا شو عندنا اوبشنز شو في مثلا كمان سيجمنت للسياره تيست درايف افيلبل نعم كمان وارنتي بدها عم تكون 3 سنين وكمان بس بدي اذكر انه عندنا شوروم بفيردان اللي هي الشوروم الاساسيه من سنين لليوم مزبوط. وحتى عندنا بحزميه لنكون قريبين على كل المناطق شكرا على كل المعلومات رنا عن هوندا بشكل عام وسيفيك بشكل خاص كانت معنا اليوم باوتو فوكس بنلاقيكم بكره بسياره جديده على ام تي في الى اللقاء مشاهدينا ثانك يو